رغم مرور أكثر من 30 يوماً على اتفاق السويد، إلا أن الوقائع الميدانية أكدت عجز الأمم المتحدة في تحويل بنود الاتفاق إلى خطط عملية تضمن إنجاح إجراءات بناء الثقة التي سوف يبنى عليها مسار جولة المشاورات القادمة. فيما هو واضح، فإن التحركات الأخيرة في الحديدة أبانت عن توجه ميليشيا الحوثي لإفشال أي تقدم يحرزه فريق إعادة انتشار القوات المشتركة التي يشرف عليها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، والذي فشل حتى اللحظة في تحريك مياه السلام الراكدة في ميناء الحديدة. بعد مرور قرابة الشهر من توقيع اتفاق ستوكهولم، وبعد مرور هذه الفترة الزمنية لم يتحقق شيء على الأرض، لم يقبل الطرف الانقلابي بالخروج من المدينة ومن الموانئ، وهذه مسؤولية البعثة الأممية ومسؤولية الجنرال باتريك كامارت كما تعرفون. الحكومة اتهمت ميليشيا الحوثي برفض الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وقال اليماني في تغريدة له على حسابه بتويتر بأن الحوثيين يهددون اتفاق ستوكهولم ويعرضون جهود المبعوث الدولي للفشل، وهو ما يجعل الحديث عن مشاورات جديدة للسلام مجرد مضيعة للوقت، بتعبير الناطق الرسمي للحكومة راج حبادي الذي شبه التحضيرات الجارية للمشاورات بمحاولة صناعة نجاحات زائفة على حساب معاناة الشعب اليمني. بالنسبة للأمم المتحدة، فإن منسوب الأمل ما زال مرتفعا لديها، فطرفا الصراع بتوصيف المبعوث الأممي حقق التزاما لحد كبير بوقف إطلاق النار، وهو ما يفسر دعم المبعوث للتحضيرات التي تجري في الأردن لعقد اجتماع بخصوص الأسرى والمعتقلين. طلبا من المبعوث الخاص لعقد اجتماع محدد في المملكة، و سندرس هذا الطلب. تنصل الحوثي من التزاماته تجاه الاتفاقات المبرمة في الحديدة ليس جديدا عليه وفق مراقبين، لكنه هذه المرة يمارس تحديا واضحا لاتفاق تم برعاية دولية واسعة، وفي الوقت ذاته يتعمد التهرب من تنفيذ اتفاق السويد لإطالة الأزمة ونهب المساعدات لصالح ما يسمى بدعم المجهود الحربي.